مرة أخرى رصيد أي حساب هو عبارة عن مجموع الرصيد الافتتاحي زائد إجمالي الحركات المدينة مطروح منها إجمالي الحركات الدائنة، بيديني رصيد الحساب. والشاشة دي بتتغير مع تغير إدخال الحركات في البرنامج، وهي بتمثل بمثابة ميزان مراجعة بقدر أشوفه في أي لحظة وأشوف الأمور عندي في البرنامج شكلها إزاي. أهم حاجة عندي عشان أشوف ميزان المراجعة هنا هو الجزء بتاع إجمالي المدين وإجمالي الدائن، فلا بد إن الرقمين دول يكونوا رقمين متشابهين. وبالنسبة لإجمالي الأرصدة الافتتاحية المفروض إنها تديني الإجمالي بتاعها صفر، على أساس إن هي الأرصدة الافتتاحية هي أرصدة ميزانية، فالميزانية بتكون مدين ودائن، فالمجموع المفروض إن هو هيكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.